بمجرد مرورك بمنطقة الدرب الأحمر هترجع مئات السنين لورا كأنك في متحف مفتوح. كفاية أنك تمشي في شارع باب الوزير اللي بيحتضن مباني أثرية كل حجر فيها بيحكي رواية عن عمارة المكان والإنسان. انت لو دخلت الشارع هنا بتشوف من كل زاوية، كل ما تكسر قصرة تشوف مأذنة مسجد، قبة مسجد، عمود في مسجد. فمن ضمن المميزات دي بتشوف شبابيك ومأذنة وقبة أم السلطان. ما بين الدروب والحواري والأزقة لسه صفحات تاريخ المحروسة مضيئة بالمساجد والمآذن والقباب اللي ملهاش نظير في أي مكان. مش زي كل المساجد اللي ارتبطت باسم ملك أو سلطان، لكن الجدران دي بتخلد قصة السيدة خواند بركة أم السلطان شعبان. رغم إنها ما كانتش زوجة لسلطان، لكنها لقبت بخواند، أي الأميرة أو السيدة الأولى بالدولة. سيدة نالت من الحب والخير الكتير حتى في أرض الحجاز، وأطلقوا على العام اللي حجت فيه بعام أم السلطان بسبب الخير اللي عم على أرجاء أهل مكة والمدينة. العمارة بمدرسة أم السلطان بتعكس مدى تأثر العمارة المملوكية بالتقاليد الفنية لعمارة السلاجقة. مع دخولك البوابة الرئيسية هتشوفها حافلة بزخارف وانفرادها بطراز معماري رائع. على يمين الداخل لوح رخام منقوش فيه الحمد لله أنشأ هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك أعز الله أنصاره لوالدته تقبل الله منهما. في العمارة المملوكية بالأخص لما نتكلم عن المسجد ده، كان المماليك أول عصر بدأ يحطوا فكرة الكومبلكس، إن مش مجرد بصمم مسجد لوحده، لا المسجد ده بيبقى ملحق بيه حاجة تانية. يعني مثلا لو بصينا على أم السلطان اللي احنا فيه هنلاقي إن المسجد ملحق بيه المدرسة. المماليك كان أول مرة يبتدي فكرة المجاز، وأنا داخل المسجد مش بخش من ناحية الواجهة بتاعت القبلة، لا أنا بخش في مكان فراغ يكون ضلمة، وبعدين بخش منه المكان فيه إنارة أكتر، فحس بالكونكشن الروحاني اللي نتكلم عليه. باعتبارها السمة الرئيسية لمعظم المساجد، المأذنة أو المنارة لها وظيفة مزدوجة. الوظيفة الأولى بتكون علامة للمكان والموقع المهم لكل الناس، الوظيفة الأخرى بتكون هي مكان للأذان. وبتنفرد وبتتميز مأذنة أو منارة مدرسة ومسجد أم السلطان شعبان بضخامة وسط كل مآذن العصر المملوكي، كمان بتمتلئ بالزخارف الرخامية من البناء الداخلي. إلى جانب المئذنة ألحق الأشرف شعبان بمدرسة أمه قبتين. القبة الإبلية أو الجنوبية هي الأصغر حجماً دفن بها بعد مقتله، ودفن معه ابنه الملك المنصور حاجي المتوفى عام 814 هجرية. أما القبة الشمالية البحرية الأكبر حجماً والمليانة بالزخارف دفنت بها خواند بركة أم السلطان، واتدفنت بعدها بنتها خواند زهرة. ده لو بصينا على شكل القبة واحنا بنتكلم هي متشالة ازاي، لو بنتكلم على هندسيا هيبقى مربع وبعدها بيتحول لثمانية. المثمن بيبين فكرة ان موجود مذكور في القرآن ان عرش ربنا متشال بثمان ملائكة. التوحيد ده كان موجود في كل العناصر التصميمية في المساجد. فكرة اختيار حتى الأرشز اللي موجودة في المساجد اللي هي مدببة من فوق، وهي برضو نفس الفكرة ان انا بقول ان كل حاجة على الأرض بتوصل إلى نقطة واحدة وهي ربنا ولله مثل الأعلى. مقرنصات هي بنفس فكرة الأرشز بس معمولة كأنها أرشز صغيرة، وإن هي كلها بتبتدي من عامة الشعب تفضل تطلع لغاية لما تصغر خالص إلى حاجة واحدة، برضو فكرة التوحيد. لما نيجي نبص في الصحن بتاع المسجد هنلاقي إن فيه عرايش سمنت، وده بيبقى يعتبر هو الدروة، بس الدروة لما جينا نبص عليها لقيناها إن هما ما عملناش خط مستقيم. كان عايز ان لما ابص على المسجد احس ان في كونكشن بين المسجد وبين السماء، فكانها بازل. بس ده كان ليه مردود من الحديث الشريف الناس سواسيه كاسنان المشط، فاحس ان المساواه هو تعلو المسجد، فدايما انا بحس وانا داخل المكان ده ان انا مستريح وحاسس ان في مساواه اي حد مع بعض. كان السلطان شعبان بيحب والدته حب كبير لدرجه انها كانت تدير بشكل فعلي امور الدوله،
وما بيتصرفش في أمر من أمور الحكم إلا بعد استشارتها وموافقتها على كل كبيرة وصغيرة. وبعد استقرار الأمور للسلطان الأشرف بدأ في بناء المسجد والمدرسة، ورغم أنه كان شيد من قبل مدرستين، واحدة باسمه هي المدرسة الأشرفية والتانية لوالدته خواند بركة، لكن المدرسة الأخيرة هي اللي كملت حتى الآن. احنا هنا في مكان بيرجعنا إلى الوراء 8 قرون تقريباً، عندما بدأت دولة المماليك في القرن السابع الهجري. دولة المماليك أيضاً لم تكن دولة سياسية وعسكرية فقط، وإنما تركت آثاراً حضارية لعل من أشهرها المكان الذي نقف فيه حالياً، وهو مدرسة ومسجد الأم السلطان الأشرف شعبان. الأشرف شعبان هو ابن حسين ابن السلطان حسن ابن السلطان محمد ابن قلاوون. هذا السلطان تولى الحكم سنة 764 هجرية واستمر في الحكم حتى سنة 778 هجرية. إكراما لوالدته الكريمة على نفسه وعلى قلبه قام ببناء هذه المدرسة لها. السلطان الأشرف شعبان ابن السلطان حسين والده لم يتولى السلطنة، وبعد وفاة والده تزوجت والدته من أحد كبار أمراء العسكر في هذا الوقت وهو الجاي يوسف. وكانت عادة أمراء المماليك في الوقت ده أنهم يزوجوا أم السلطان إذا كان صغيرا لقائد كبير من قادة الجند ليضمن له الحفاظ على سلطانه أولا، ثانيا يساعده في تسيير أمور البلاد. وبعد وفاتها سنة 774 حدث صراع بين السلطان الأشرف شعبان وبين زوج والدته الأتابك يوسف، انتهى بمقتله بعد عدة أيام من وفاتها ليلحق بها. غنية هي مصر بهذه الآثار الإسلامية الرائعة التي تحكي لنا عصوراً ذهبية مرت بها مصر. هذه المدرسة العلمية القائمة على إعداد العلماء وفق دراسة المذاهب المعتمدة. إذا نحن ليس في مسجد وفقط، لسنا في مكان للعبادة وانتهى الأمر، بل نحن في مدرسة علمية رصينة قائمة على إعداد العلماء وفق مذاهب معتمدة، وهي المذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر الشريف. حين ننظر بشيء من العمق ونحن ندخل إلى هذا المسجد، سنجد أن هناك جانباً روحياً يتعلق ببناء الإنسان وجدانياً وببناء الإنسان في قربه وصلته بالله سبحانه وتعالى. يعني لك أن تتخيل وأنت تصعد درجات السلم في دخولك المسجد، ليس هناك استواء بين عملية دخول المسجد والخروج منه، بل هناك ارتقاء في هذه الدرجات، ثم بعد ذلك تدخل مباشرة فتجد أمامك مكان التطهير، ثم بعد ذلك يعني يعقب التطهير مباشرة التعطير. التعطير هنا له جانبان، إن كان طالبا فهو يعطر نفسه بالدراسة وبالنيل من مجالس العلم، وإن كان مصليا فهو يعطر نفسه بذكر الله وبالصلاة وبالاتصال بالله سبحانه وتعالى. أم السلطان شعبان الذي سمي المكان باسمها المدرسة والمسجد كانت تتسم بالحسن والجمال. طيب هذا في الجانب المظهري، طيب في الجانب الجوهري كانت تتسم بالعقل الرشيد وبالرأي السديد، وكانت صانعة للخير. حتى إنها يعني لما أقامت حوضا ما وأقامت سبيلا للسقيا وغير ذلك كان يعلوه مدرسة قرآنية، أو نستطيع أن نقول كان يعلوه كتاب لتحفيظ اليتامى القرآن الكريم. كان أيضا يعني يتعلمون فن الخط، ونجد هنا في المنبر الخشبي فنونا وألوانا من وصنوفا من الفن الذي كان سببه أهل المهن والصناعات والحرف. حتى إننا نجد بعض يعني الأشكال النباتية التي تقترب في أشكالها من الصين، معنى هذا أنهم كانوا يستدعون هذه الفنون ويستدعون هذه الألوان حتى يستطيعوا أن يأتوا بأكمل يعني ما أرادوا في هذا المكان وفق إمكاناتهم وطاقتهم وقدراتهم. أم السلطان كما هو سائد بين أهل المكان موقع شاهد على حقبة تاريخية لها أثرها الكبير على الفنون الزخرفية،
ويكفي أنها تركت أثراً معماريا كبيراً لصاحبة المأثر على فن العمارة الإسلامية.